لكم التحية في كل مكان لكل من التحق بنا الآن لمتابعة صباح الدروب في هذا الصباح. لا يخفى على الجميع الفعالية الرياضية الكبيرة تمت مشاهدتها من خلال شاشات في العالم أجمع وكأس العالم. وانتهى كأس العالم بما أحب أنا حسك تحديدا يعني اللي هو فوز الأرجنتين بالكأس. وشكرا ميسي عليه كل ما فعلته، الكلام ده ممكن يزعج الناس لكن له في النهاية البقاء للأقوى والبقاء للألعاب. لكن ننقل طوال السودان ونجي الرياضة في السودان. طبعا هي النقلة شوية كبيرة لكن بالضرورة هو في النهاية يعني حنرجع للسودان. انتخابات المريخ وما أدراك ما انتخابات المريخ وما يحدث داخل نادي المريخ. وأنا كل سعادة بأن يكون معي الصحفي والكاتب الرياضي معاوية الجرك. معاوية السلامات. مرحبا بك، صباح الخير عليك وعلى كل متابعي الشروق. تسلم يا رب. الله يسلمك. أرجنتين فازت خلاص. ريت لو قلت انتهى بما أحب، أنا بما أحب أكثر يعني. بالضبط. يعني وأنا واضح في المسألة. يمكن حتى غير المشجعين لمنتخب الأرجنتين تعاطف يمكن مع ميسي بصورة كبيرة جدا. صحيح. يعني الغالبية الكاسحة في العالم كانت تتمنى إنه ميسي يكون خواتيم حياته يعني ياخذ كأس العالم. وهو كان واضح في المسألة دي جدا. نعم، وطبعا الناس كلها بتتكلم في المقارنات بين ميسي ومارادونا وبيلي في الأفضلية. طبعا ميسي عنده الأفضلية بعد ذاك ومتع الناس، لكن بيقول لك لكن ما عنده كأس عالم. نعم. يعني بالضبط. ميسي حقق كأس العالم. صحيح. يعني الآن أنا أفتكر ميسي هو الطب في تاريخ الكرة العالمية. صحيح. يعني أمتع كل من يعشق كرة القدم بحق. صحيح. يعني حتى أخواننا الريالاب نحن نقول له ربنا يصبركم. بالضبط. يعني زاد شيء. يعني حتى الغريمين يعني أنا حضرت تقريبا امبارح ولا أول أمس كانت في قناة ما قناة أرجنتينية تحديدا. نعم. بيسألوا النجوم الكبار يعني إن رونالدو لمنو إنه أفضل لاعب بالنسبة لك منو، فبقولوا ميسي. نعم. فهو ظاهرة. طبعاً أنا دائماً يعني بقول لهم ميسي أفضلته في الاستمرارية. يعني يمكن مارادونا ما استمر، حصل إشكالاته. صحيح. مع المخدرات. صحيح. يمكن في عادي بعيد جداً حتى شكل الكرة ما كان بالتكتيك العالي. امبارح جاء خبر بمناسبة حالياً. بيلي. أيوة. غادر. يعني. نعم. ميسي يمكن لعب في عهد الكرة يمكن أصبح التكتيك فيه عالي جداً يمكن نلقى ميسي مرات مراقب بأربع خمسة لاعبين. صحيح. بيكون دائما التركيز عليه وهو بيكون مفتاح اللعب سواء المنتخب في برشلونة. يمكن دي خلت الأفضلية عند ميسي. بعدها يمكن ميسي تميز في كل شيء، في التهديف، في صناعة الأهداف. صحيح. في البطولات مع برشلونة، مع كوبا أمريكا، مع منتخب الأرجنتين. في ميسي داخل الميدان ما أناني، حتى سلوكه ذاته يا مهذب، سلوكه جداً. عالي جدا. يمكن حتى غير في ناس ما بيشجعوا برشلونة لكن بيحبوا ميسي، يعني بيلعب كورة فقط. صحيح. كان خلق لكرة القدم بتاع البشرية. صحيح. فقط. يمكن خلت الناس تحب ميسي بصورة كبيرة جدا. حتى أنا برشلونة لما ترك أخوانا الريال فيه ناس تعاطفوا مع ميسي بيحبوه يعني. أي بالضبط. يمكن كان البعض الآخر عنده رأي تاني، لكن دي حلاوة كرة القدم يمكن نقول بصورة كبيرة جدا. ونحن دائما نقول أنا سعيد إنه حضرت أحد ميسي. استمتعت بفنيات ميسي. يا سلام. يعني سلام. بيجي زمان نحكي للناس عن ميسي. بالضبط. الظاهرة الكروية اللي يمكن ما تتكرر خالص. بعدين يعتزل بكل احترام انه ياخذ اخر كاس واخر كورة. ونحن نتمنى انه ما يعتزل ميسي، نتمنى انه يكون موجود. رغم انه امتعنا خلاص اخذ كل حاجة. بطولات هذا مدعى كروية ما بعد ذاك يعني العمر. كل شيء هذا ونعم بصورة كبيرة جدا. طبعا ايوه. العمر السيني. نتمنى انه نمر من الظاهرة، لكن برضه يبقى ميسي هو الأفضل. بالضبط. يعني رونالدو والنصر السعودي. رايك شنو في العقد ده؟ والله طبعا الناس كانت بتستبعد بصوره كبيره جدا انه رونالدو يلعب في الدوري السعودي مع فريق النصر تحديدا. صحيح. انا طبعا هم ممكن العرض الضخم جدا له دور طبعا انه ميسي رونالدو. صحيح. اكيد بعد العمر على 38 سنه ما حيلقى العرض ده في اي نادي ثاني في العالم. صحيح. لكن انا بفتكر يمكن غيرت له الصفقه دي انه النصر والكره السعوديه والسعوديه كدوله مستفيده بصوره كبيره جدا. صحيح. من وجود رونالدو. واكيد طبعا المبلغ الضخم ده يمكن نحن بنتابع انه في حوالي التيشيرتات بيعت بحوالي 63 مليون. صحيح. دولار. الصفقه اذا كانت 200 مليون دولار السعوديه برضه مستقبلا بتزعل الترويج من خلال رونالدو يكون سفير.
للترويج لتنظيم المملكة العربية السعودية لبطولة كأس العالم. صحيح. أنا أتحدث عن 2030. وعرفنا إنه الهلال السوداني حيواجه النصر السعودي في يوم من الأيام، ورونالدو حي استاد الهلال. يعني. هو ما في النهاية النصر رونالدو جاء السعودية خلاص يمكن يواجه أي تيم بعد، يعني هو لاعب النصر السعودي. يعني أنت نحن بنتعامل معه. يعني أنت متخيل إنه رونالدو في استاد الهلال؟ والله أنا استبعد طبعاً. استبعد إن حتى في البطولة العربية بين لو. قلنا في البطولة العربية نحن دائما بيشوف الجرعة بتجنب الأندية السعودية تطلع مثلا خارج السعودية تمشي الدول الأفريقية في الدول العربية صورة كبيرة جدا. صحيح. دائما بيتواجه الدول العربية في آسيا. نحن لاحظنا الحاجة دي، يمكن حتى البطولة العربية قبل كم سنة شارك فيها المريخ، مثلا المريخ واجه اللي يقول لك واجه الفرق من تونس. يعني الدول الأفرو عربية. صحيح. لكن الدول العربيه بتقع في اسيا بتقابل بعض دائما. انت مستبعد انه رونالدو حيلعب في استاد الهلال؟ والله بستبعد، ما اظن تجي مناسبه. النصر السعودي ما خلاص ما اظن تجي مناسبه يجي يلعب في السودان. نحن نتمنى يجي يلعب في السودان، نتمنى. رونالدو لاعب كبير، لاعب عنده قيمته. انا من انصار برشلونه كويس، لكن برضه يبقى رونالدو لاعب عنده قيمته، ما في كلام. صحيح. نجم عالي برضه. انا دائما بقول رونالدو محظوظ انه لعب في دوري شو ميسي، وعنده معجبينه في الغريم في برشلونه في ميسي. هو حتى هو في نفسه قال الكلام ده، يعني قال انه لما سالوا اكبر نجم بالنسبه لك منه قال ميسي، ما في كلام. طيب نقلب الصفحه ونجي السودان. كويس. انتخابات المريخ، اول شيء نقول عنها كلام مبدئيا فرشه كده. انا بفتكر دي الانتخابات المريخ طبعا جات في بعد معاناه اداريه كبيره جدا. المريخ عانى يمكن فتره ادم السدكال، كانت فتره عصيبه خالص، فيها اشكالات اداريه ضخمه حصل فيها، يمكن الحدث الاسوا في تاريخ المريخ يمكن منذ تاسيسه هو اغلاق القلعه الحمراء في وجه الجمهور. يعني فقدت طلعت من الخدمه تماما، يمكن طال خراب ضخم جدا. حتى اللحظة المريخ يمكن بنقول حايم بملاعب ولاية الخرطوم. صحيح. حتى على مستوى البطولة الأفريقية المريخ الموسم السابق شفناه بيلعب في القاهرة كل مبارياته. يمكن آخر مباراة لعب المريخ في استاده في نوفمبر 2019. يعني لك أن تتخيل نحن في 2023 وجمهور المريخ يعني بعيد عن داره اللي تعود عليها، بعيد عن المدرجات، بعيد عن عبق استاد المريخ والاجواء المحيطه. يعني يمكن احنا بنشاهد زمان البطولات الافريقيه تحديدا الجمهور ده كان بيمارس طقوس جميله جدا، كل دي فقدها. حتى على مستوى الدوري الممتاز يمكن احنا شاهدنا المريخ زي يسموه ملعب كوبر لمبارياته. نعم. الاشكالات الاداريه يمكن عملت مشاكل ما عاديه في المريخ، حتى يمكن أثرت على تماسك المجتمع المريخي بصورة كبيرة جدا. يعني الكيمان بتاعت المعارضة كترت بصورة ما عادية. يمكن المريخ أنا دائما بقولون ضرب في نسيج الاجتماعي من خلال الإشكالات الإدارية اللي تمت في السنوات الأخيرة. الانتخابات بتعني والاستقرار الإداري في المريخ هيكون هو المسيطر الفترة الجاية إن شاء الله. هتم استعادة كل الحاجات الفقد المريخ زي الاستاد الإصلاح فيه الآن بصورة كبيرة جدا. الجمهور حيرجع زي ما كان. رتق النسيج الاجتماعي يعني برضو افتكر ده من الملفات المهمة. صحيح. جدا المطلوبة من أهل المريخ كلهم إنه يتواطوا عليه لم شمل بصورة كبيرة جدا. يمكن ده كلها إشكالات خلق الواقع الإداري المريخ كان في الفترة السابقة. يعني انتخابات أمس الأول يمكن أقول لك وضعت حد إنه في لجنة تسير، في طعون، في أيمن، في حازم بطعن، في لجنة الانتخابات سودكال صراعه مع أهل المريخ كل مرة ماشي الفيفا، كل مرة جاينا خطاب. انتخابات يمكن تم فرزها فجر الأمس، وضعت حد فاصل للخلل الإداري داخل نادي المريخ. أصبح في مجلس منتخب لأربع سنوات. طيب. يعني بعد ذا المجلس يكون ستاند باي ينزل خطوط الأرض. نتكلم عن انتخابات شوية، هتبدأ 200 وحيكون شكلها كيف وحتكون وين؟ هي طبعا كانت أمس الأول في دار النادي. هي بدأت من الجمعة. جمع النصاب ما اكتمل، معروف انه شغل النصاب في اليوم الاول 50% من العضويه بلس 1. ليه ما اكتمل في رايك؟ طبعا كان ممكن اقول لك تكتيكات من المجموعات المتنافسه. بالضبط. يوم الناس بتتكلم مثلا تكلم لك عن مجموعه ايمن الجيبان اللي فازت وكان عندها الغلبه في الاصوات او في العضويه، اثرت انه ما تجي في اليوم الاول، لانه بتفتكر انه يوم الجمعه ده كان في مليونيه من ضمن مسارات شارع العرضه مغرغامة الانتخابات.
برضه كان بتفتكر انه يوم الجمعه معروف ان خصوصيه يوم الجمعه في السودان. صحيح. المناسبات الاجتماعيه الحركه يوم اسري يعني يوم اسري المقام الاول في بعد ذلك يمكن توقيت صلاه الجمعه مع زمن دخول اصحاب العضويه الى خيمه الانتخابات. يمكن لجنه الانتخابات حددت الزمن من 2 ل 5 مساء. طيب ده لدخول العضويه بعد ذاك حسره وحال اكتمل النصاب. تحس بانه في حاجه ما تمام يعني في التوقيت وفي يعني كده. وفعلا انا اتفق معك تماما حتى يمكن الحاجه انا كتبت عنها بالضبط. ايوه انه لجنه الانتخابات ما وفقت اطلاقا في اختيار اليوم لو كان اصلا ما في يعني قصد من اختيار اليوم ده بالضبط. يعني برضه يمكن لك ان تتخيل انه مباراه القمه اللي قيمت يوم الخميس كان مواعيد الجمعه نفس يوم الانتخابات. لكن الاتحاد العام قدم المباراه يوم الخميس. يمكن اقول لك يمكن انقذ لجنه الانتخابات من الحرج. طيب. يعني كان حتكون في مباراه قمه يوم الخميس يوم الجمعه في يوم جمعه في يوم الصلاه يوم حركه الناس اليوم الاجتماعي ده المليونيه دي كلها. يمكن انت في نفس اليوم ده انت حددت تاريخ لقيام جمعيه عموميه يعني جمهور المريخ ده يمكن نحن من الساعات الاولى الى الصباح مثلا طيلة ساعات نهار السبت الى الساعات الاولى من فجر امس الاحد. يمكن الفرز انتهى 4 صباحا. يعني لكن تخيل انت كان حرمت جمهور المريخ انه يساند صحيح فريقه في مباراه مهمه جدا في ديربي الخرطوم. دي كلها يمكن كانت اشكالات. انا ما والله انا تحديدا لو برا لجنه الانتخابات انها عندها قصد من اختيار هذا اليوم. اليوم الثاني بحسب النظام الاساسي انه تقام بالثلث كان ممكن 967 عضو. طيب. لأن عدد الأصوات الجمعية ككل 2889 الأصوات. اليوم اللي مسبت طبعا قيمة الجمعية مجموعة اليوم النبجيبين حشد الأنصار من وقت مبكر جدا. وبرضه في اللي يمكن الناس نحن يسمون زمان الفلوترز الناس اللي ما عندهم ما هم عضوية ما تابعين لجهة بصورة محددة ديل لحد بيجي من بيته بخش صندوق الاختراع بصوت مش ديل كلهم يمكن الغالبية منهم كانت دعم لأيمن النبجيبين وده ظهر من خلال النتيجة الفوز الكاسح لايمن تحديدا يعني فوق الاصوات اللي حققها على منافسه يمكن 3 اضعاف الاصوات اللي حققها حازم مصطفى الرئيس السابق لنادي المريخ. دي طيب نجي ذاته لفكره الانتخابات دي اللي هو كونه تيم بحجم المريخ يقيم انتخابات دي ذاتها مش يعني بدات تخش علينا ثقافه جديده يعني انه يكون في انتخابات ويكون في ديمقراطيه ويكون في انه عشاق المريخ او غيرهم يرشحوا من يشاءوا يعني. طبعا يمكن هو تمرين يمكن نقول تمرين ديمقراطي كان سخن جدا. الناس كلها بتتكلم نحن كنا داخل الخيمه الناس كلها بتتكلم عن انه بتتمنى انه التمرين الانتخابي ده اللي كان في نادي المريخ يعم كل القطاعات في السودان خاصه القطاع السياسي. ده جايك له ده محور كامل كويس انا جايك له. انت دي المريخ ذاته كونه يتطور بالطريقه دي ايوه طبعا نحن طبعا تعودنا دائما يمكن اخر انتخابات الناس نسيت يمكن كانت انتخابات اللي اتت بالاخ خدم سدكار في 2018 قبل ما كان في انتخابات يمكن قريبه دائما المريخ بيدار بلجان التسيير طبعا لجان التسيير دائما ما بتلقى المساحه والزمن اللي بتقدر تنزل فيها المشاريع اللي بتخدم المريخ لارض الواقع. يعني انت دائما مثلا فترتك بتكون كلجنه التسيير شهرين مرات يمدوا لك ثاني شهرين 6 شهور ما بتقدر صحيح تعمل اللي عايزه. وبرضه في مشاكل بتواجه لجان التسيير انك ما بتقدر بعدك تنجز مشاريع ضخمه لانك انت لجنه التسيير مكلف لملفات معينه اداره طيب. النشاط الرياضي هو اهتمام بفريق الكوره اهتمام بملف انه تقام جمعيه عموميه. لكن انت مجلس منتخب لاربع سنوات انت عندك مطلق الشرعيه انه باسم المريخ توقع عقود ممكن تكون ضخمه جدا تؤثر في مسيره المريخ تشكل نقطه تحول. يعني اي قرار ممكن تتخذه انت مفوض تفويض كامل صحيح لو انت جيت عبر الانتخابات انت طيب دي طيب الميزه في لانه انا ما بقي لي كثير من الزمن ممكن نصغي ده على السياسه لانه قبل شوي انت لمحت لانه كونه يكون في ديمقراطيه في تيم كبير زي ده في فريق المريخ او تيم المريخ بالتحديد ممكن نصغي ده على السياسه شوي. والله إن يكون في انتخابات والله بالامنيات يعني. يا محمد وانه المريخ هو كان عنده يعني قصر السبق يعني بالامنيات يمكن نسقط هذا على السياسه لكن بالواقع انا للاسف الكبير نحن الوضع السياسي والسياسيين عموما ما عودونا انهم كالرياضيين حتى نحن المقوله الشهيره بتاعت خلي اخلاقك رياضيه. اهل الرياضه بيختلفوا عن السياسه بمراحل كثيره جدا يمكن سنوات ضوئيه الفارق السياسه يمكن بيصلوا في الخلافات مرحله تكسير العظام
بصوره كبيره جدا. طبعا نحن بنتمنى هي امنيات زي ما اقول لك، نحن بنتمنى تنتقل للوضع السياسي، لكن بنستبعد بصوره كبيره جدا انه الاخوه في السياسه يمارسوا نفس الممارسه الديمقراطيه بصوره المطلوبه وبعد ذلك يتم قبول الاخر. نحن يمكن ايما بجيبين فاز الاخ حازم مصطفى دون تدوين على صفحته يعني هن المجموعه الفازت وقال هو حيدعمها بصوره كبيره جدا واتمنى لها التوفيق. يعني الروح المطلوبه يعني ايوه ده المكان مرشح لرئاسه النادي المجموعه المنافسه، لكن ده في السياسه نحن ما عندنا للاسف الكبير. نحن بنتمنى انه السياسيين يحذوا حذو الرياضيين وخاصه ما تم في استاد المريخ مثلا امس الاول، ويمكن حتى اللي تم ده يمكن اقول لك في ظروف يمكن بالغه تعقيد على المستوى مستوى المشهد في السودان عموما. اخر سؤال، نعم الهلال رفض ان المريخ يلعب في ملعب. والله طبعا الهلال في البدايه كان وافق 30 ثانيه وافق، لكن للاسف كان وافق في البدايه وبعد تراجع حتى يمكن تراجع ليه الناس لسه ما عارفه الحاصل شنو. وللاسف الكبير يمكن انا اقول لك في 2009 المريخ فتح استاد للهلال بدون اي شروط. صحيح كويس، وجمهور الهلال حطم 6600 مقعد، ويمكن تم قدر الخسائر ب 550 الف دولار. صحيح وكان معاه سياج برضو الكراسي. المريخ حتى اللحظه ما لحق الهلال لتزيد هذا المبلغ. الان الهلال يشترط على المريخ، وانا اقول يمكن بعزيه للاداره الان المزوله من اداره الهلال، وانا افتكر انها اقل قامه من الهلال. الهلال نادي كبير لكن صحيح. للاسف الكبير بيدار بمجموعه هي اقل منه، ما عارفه قيمه الهلال، ما عارفه قيمته في المجتمع السوداني، ما عارفه قيمه المريخ يلعب في السودان شنو. كارثة. الحاجه دي يمكن اقول لك هي مدخل لمحاربه خطاب الكراهيه اللي استشرى بصوره كبيره جدا في المجتمع السوداني عموما. صحيح. والرياضي، لكن للاسف الكبير كل التقديرات دي كانت خاطئه منه ورفضوا انه المريخ يلعب. استاذنا معاوية داك الكاتب الصحفي والرياضي المطبوع، انا شاكر لك جدا انك كنت معي. شكرا هذه الفقره يا اخي. شكرا شكرا لك شديد. فاصل ونعود، خليكم قاعدين ما تمشوا بعيد.